كسر العنف المستخدم في العراق حاجز الخوف لدى المتظاهرين الذين خبروا بعد انقضاء شهر من التظاهرات وبدء موجتهم الثانية أساليب القوات الحكومية الموجهة ضدهم. استخدام السلطات الحكومية نوعاً جديداً من قنابل الغاز ضد المتظاهرين، قالت منظمة العفو الدولية إنها قاتلة، لم يمنع قسماً منهم من الانبراء لإطفائها، ممن أصبح يصطلح على تسميتهم بصائدي قنابل الغاز. هذه شوفوا بتلبسها مكلعه بالماء بتلبسها لانه هي شويه حاره بس ما تخوف شويه حاره تلزمها تشيس تلبسها براسك وتخنقها من تشوف الغاز هاي اوكي تخنقها وتجيبها راسا تبقى هنا بتكبسها خذها يختفي الغاز كله ماشي عندي بعد كومه شو اسمه هيك اشتري له شو اسمه يصعد. هذه التعليمات التي يتدرب عليها صائدو قنابل الغاز المسيلة للدموع ربما تبدو للوهلة الأولى بسيطة، لكن أثر الغاز المنطلق من القنبلة يعرض حياتهم للخطر في وقت يؤكدون أن قضيتهم وحماية غيرهم من المتظاهرين أولا. يشمرون علينا، احنا ما مذيهم شيء، احنا لا سلاح ولا شيء، ثم يشمرون علينا، احنا مو كنا عراق، انا مسيحي، الباقي كردي، الباقي كنا عراق، بس هم يشمرون علينا هيك، يعني هو خضراء شنو؟ مال ابوه الخضراء مثلا ما يخلينا نطب، مثلا ما يخلينا نعبر. شغلتنا احنا حاليا تجينا هاي القنبله، مسيل الدموع احنا نطفيها نقبتها ببطانيه. ناس مسالمين، ناس مطالبين بحقهم، ناس مسميه حقوقهم. احنا ضد التغيير، لازم نغير حكومة عادل عبد المهدي والمجلس النواب ونبدي انتخابات اشراف الامم المتحدة. كل ما عندنا بعد بس هاي وصلت رسالتنا لهم، احنا سلمية يروح 1-2-100-200 نبقى نضحي، لازم نضحي للعراق، عراق لازم نضحي له. هذه التظاهرات المستمرة منذ شهر مضى قسمت العراق الى خندقين لا ثالث لهما، خندق المتظاهرين وخندق الحكومة والميليشيات ومن ورائهم إيران التي يتهمها المتظاهرون بالوقوف وراء هذا العنف المفرط الذي تسبب باستشهاد مئات المتظاهرين وإصابة أكثر من 12 ألفا آخرين. المتظاهرين يضربون هسه حاليا من هاي الجهة محاوطين ومن ذي الجهة من السفارة الإيرانية حتى أحيانا طلقات ضربوا دول الوطن، الوطن أغلى مني وأغلى من عائلتي وأغلى من أولادي. هذا العنف يبدو أنه لن يحيد التظاهرات عن سلميتها، كيف لا وقد تحولت قنابل الغاز التي شاركت بقتل المتظاهرين وإصابتهم تحولت إلى أصيص لزراعة ورود الحرية التي ينتظر العراقيون أن تزهر. وإحنا شو نسوي؟ رجعنا لهم وبواته وزرعه. احنا شنو؟ شعب نحب الحياة، شعب مو طائفي، شعب عراق بس.